ويجعل منهم إنسانا ربانيا سويا الفطرة والسلوك، وذاك ما تتغياه شريعة الله لبني الإنسان. فالشريعة الربانية ليس القصد منها أن تقيد حركة الإنسان، ولا أن تسلبه حريته، ولا أن تضيق على الناس حياتهم وتفرض عليهم القيود والأغلال، أو تكلفهم ما لا يطيقون من الأفعال، ولكن الغرض منها أن تهذب سلوك الإنسان حتى يرتقي. فما فرض الله شيئا على العباد إلا وهو في مقدورهم واستطاعتهم، وفيه صلاحهم ونجاتهم، وما حرم عليهم شيئا إلا لحكمة ومصلحة، ولم يمنع عليهم شيئا إلا لمضرة فيه ومذلة. مع أن الله سبحانه لم يترك العباد يتلهفون، بل جعل في مقابل كل محرم، فحرم الزنا والسفاح، وأحل الزواج والنكاح، ومنع الربا والزيادة، وأحل البيع والربح في التجارة، وحرم الاستقسام بالأزلام، وعوضهم منه دعاء الاستخارة للرب العلام، وحرم على الذكور الذهب والحرير، وجعل لهم بدله الملابس الفاخرة من شتى الأنواع، وحرم عليهم شرب المسكر النافعة، وحرم عليهم الخبائث من المطعومات بالحنيفية السمحة. وأنزلها الله تعالى لتحقيق السعادة للبشرية جمعا، ورفع الحرج والمشقة عن الناس. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وروى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. لكن الإنسان لا بد أن يعود نفسه على الخير حتى تألف، وأن يوطنها على الصلاح والتقوى حتى تتطهر وتتزكى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فيا عبد الله ويا أمة الله، أقبل على نفسك فأصلح حالها، وتب إلى ربك واستمسك بشريعته، واجعل كل ما من به عليك من صحة وأموال وقدرات، اجعلها وسائل تعينك على طاعته. واعلم، اعلم أنك لا تكون إنسانا بمالك ولا بجسدك ولا بصورتك، ولكن بقدر استكمالك للفضائل والأخلاق، وبقدر تهذيب نفسك بها. أما غير ذلك فإنه يمضي وسرعان ما ينقضي. فلا الشهوات تجعل منك إنسانا متميزا، ولا المعاصي ترفعك درجات، وكذا الألقاب والرتب، إنما يرفعك تقوى الله واستكمال الفضائل. قال القائل: يا خادم الجسم، كم تشقى بخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران؟ أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. وقال آخر: صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم. وقال آخر: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. فقد رفع الإسلام
سلمان فارسي وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. إنها مقاربة تجلي للعاقل مقاييس الارتفاع. فسلمان وصهيب وبلال وأضربهم كانوا نكرات وعبيدا صفرا من أي امتياز أو ألقاب أو رتب. وها هم اليوم وقد أمضوا تحت الثرى قرونا وقرونا لا يزالون يذكرون فيترضى عليهم ويعظم صنيعهم في أعين الناس ويفتخر بصمودهم وثباتهم وتغلبهم على شهوات أنفسهم. إنها رفعة الإسلام. أما أبو لهب وأبو جهل وأبو طالب فقد كانوا ذوي ألقاب وأموال ومكانة في عشيرته وذوي نسب وحسب في قومه. وها هم اليوم بعد مرور قرون تحت الثرى لا يذكرون إلا بلعنهم الله. ولا تستحضرهم النفوس إلا بالبشاعة في التصرف والهمجية في الفعل والحمق في العقل وعدم التمييز في تقرير المصير. فيا عبد الله، أتريد أن تذكر بعد سنوات كما يذكر سلمان وأضرابه، أو تريد أن تذكر كما يذكر أولئك الآخرون؟ فسطر لنفسك أيها الأخ الكريم أثرا طيبا، واترك في هذه الحياة ذكرا حسنا، وإياك أن تبتكر أو تحدث في الناس ما يسري عليك مردوده السيء وأنت في قلبك. وها أنت الآن في أشهر الصيف التي تنزع فيها النفس إلى الاسترواح والأفراح وترنو إلى تجديد النشاط والتفسح، وهو أمر لا تعارضه الشريعة إذا كان في حدوده وضوابطه. لكن لا تنسى أيضا أن هذا الشهر والذي بعده من الأشهر الحرم، وهي أشهر لها مكانتها واعتبارها في دينك. هي أشهر تستدعي منك الانتباه للحسيب الرقيب حتى لا تظلم نفسك بما تندم عليه. وقد أرشدنا الباري سبحانه إلى ذلك بقوله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي لا تظلموها فيها بالمعاصي. وخصص النهي بهذه الأشهر لأن شأن المعاصي يعظم فيها أشد من غيرها، وذلك لفضلها على ما سواها. فاحذر من ظلم نفسك وظلم غيرك. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله عليكم بإشراك ذوي الحاجات، وتلذذوا في عندكم بالطاعات والقربات، وصلوا أرحامكم، واشكروا خالقكم، واسألوه المزيد والثبات، والخشوع والعبودية الصادقة والإخبات. واعلموا أن يومكم لا يجمل إلا بالتسامح والتزاور والتآلف والتآزر وإقالة العثرات والتجاوز عن الهفوات والزلات والتخلي عن سيء الأخلاق من الأحقاد والضغائن والنفاق. واسعوا لكي تعم الفرحة أهل التوحيد، فذاك بحق هو تنام العيد. واستديموا شكر الله بدوام طاعته واجتناب معصيته وملازمة التوبة والاستقامة وطلب
بمرضاته. واتقين الله أيها النساء والفتيات، اتقي الله أيتها الأخت الصالحة، وهيئي لنفسك في شبابك معادا عند ربك يحفظ الله لك شبابك وشيبك، ولا تكونن واحدة منكن سببا للإغواء والإغراء يستخفها الشيطان لتستخف بالعقول. فتزيني أختي بالستر سترك الله في الدنيا والآخرة. هذا وإني داع فأمنوا. اللهم يا عالم الخفيات ويا مجيب الدعوات ويا قضي الحاجات، أنت الله الذي لا إله إلا هو الجواد الذي لا يبخل والحليم الذي لا يعجل. نسألك أن تقبل منا عملنا، وأن تقبل منا عبوديتنا، وأن ترزقنا علما نافعا من حقك بسببنا. واغفر لنا ما ضيعنا من حقهم، واغفر لخاصتنا وعامتنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم أيد بالحق أمير المؤمنين محمدا السادس، وأيد الحق به، وارزقه اتباعه والعمل به، وأسبل عليه رداء الصحة والعافية، وأسبل عليه إزار العفو والعافية، وأقر عينه بولي عهده مولانا الحسن، وشد أزره بشقيقه مولانا الرشيد، وبسائر أفراد أسرته الشريفة. وارحم اللهم الملكين الراحلين مولانا محمدا الخامس مولانا الحسن الثاني. اللهم طيب ثراهما وأكرم مثواهما، وارحم شهداءنا ووالدينا وأجدادنا وشيوخنا، وارحم كافة أموات المسلمين، وارحمنا معهم في الدنيا والآخرة. واحفظ اللهم على شعب المغرب وحدته، وأدم عليه نعمة الدين ونعمة الإيمان ونعمة الأمن والرخاء والاستقرار. اللهم انصر دينك المبين وعبادك الصالحين، وانصر المجاهدين والمظلومين والمضطهدين، واحقن دماء المسلمين، واعصمهم من الفتن، ولا تجعل للكفار عليهم سبيلا. اللهم تقبل من الحجاج حجهم، وأعدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين. اللهم آتنا سؤلنا، واقض حوائجنا، واقبل دعاءنا، فإنك أنت الغني الغني الحميد الغفور الشكور. اللهم هذا جهدنا وعليك التكلى، ولا حول ولا قوة إلا بك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وأصحابه نور الميامين وآل بيته الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين، وعنا معهم بعفوك وإحسانك يا رب العالمين. عيدكم مبارك وسعيد، أعاده الله علينا وعلى هيا هيا.